أفادت وزارة المالية في بيان لها أنه حرصا على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج، تم استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال نحو الخارج. وتتشكل هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر وممثلي المنظومة البنكية والمصرفية. وتتمثل مهمة اللجنة في التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر. العمليات التي تقوم بها اللجنة تصنف إلى ثلاث فئات، وتتعلق الأولى بتسوية عمليات استيراد السلع والخدمات، والثانية تتعلق بعمليات التحويل في إطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر بعد الحصول على ترخيص من قبل مجلس النقد والقرض. أما الفئة الثالثة فتخص تحويل الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر.